السلام عليكم عشاق سامسونج. سامسونج جالاكسي اس 23 الترا كشف موعد اطلاق معالج السلسلة وابرز ميزاته. كشف تفاصيل هامة للغاية بشأن معالج سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 23 كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل بدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة لاني 10 سنوات وانا في هذا المجال وما زلت اكررها لانني صراحة بحاجة لدعمكم لكي نصل بسرعة ل 100,000. ستصبح القناة قادرة لعمل يعني مسابقات كبيرة في الوطن العربي ان شاء الله واعدكم بذلك. بالنسبة لعشاق يعني عشاق الجيفوي فأعدكم أنني سأقوم بعمل أكبر جيفويات في العالم العربي إن شاء الله إذا وصلت إلى 100,000 وتابعوا الفيديو حتى النهاية. كشفت شركة كوالكوم أخيرا عن مواعيد حدث سناب دراجون تيك سوميت القادم هذا العام 2022 وسيعقد الحدث السنوي في الفترة من 14 نوفمبر إلى 17 نوفمبر. في حين لم يتم الكشف عن موقع الحدث فمن المتوقع أن يعقد في جزيرة هاواي كالمعتاد. وخلال الحدث التقني السنوي يمكن لشركة كوالكوم أن تكشف عن الجيل الثاني من شرائح الهاتف المحمول الرائدة سناب دراجون 8 جين 2 الجديد. ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه الشرائح في سامسونج جالاكسي اس 23 واس 23 بلس والجالاكسي اس 23 الترا وأيضا هناك نسخة جديدة اسمها الجالاكسي اس 23 برو. وتشير الشائعات إلى أن سناب دراجون 8 جين 2 سيستمر في استخدام دقة تصنيع 4 نانومتر من شركة TSMC على غرار سناب دراجون 8 بلس جين 1. لذلك لا ينبغي أن تعاني الهواتف والأجهزة التي تعمل بواسطة معالج سناب دراجون 8 جين 2 من ارتفاع درجة الحرارة والاختناق وداعا لدرجة الحرارة المرتفعة في معالجات سناب دراجون. ويشاع أن الهواتف المزودة بمجموعة شرائح سناب دراجون القادمة بما في ذلك سلسلة شاومي 13 ستطلق في ديسمبر 2022. بالنسبة لسناب دراجون 8 جين 2 ومواصفات هذا المعالج الرائع والخرافي، تدعي التسريبات السابقة أن سناب دراجون 8 جين 2 سيحتوي على مجموعة وحدة معالجات مركزية غير عادية 1+2+2+3 أو 1+2+2+3. يمكن أن تحتوي على نواة واحدة لوحدة المعالجة المركزية كورتكس X3 ونواتين لوحدة المعالجة المركزية كورتكس A720 ونواتين لوحدة المعالجة المركزية كورتكس A710 وثلاثة أنوية لوحدة المعالجة المركزية كورتكس A510. يمكن أن تحتوي أيضا على معالج رسوميات أدرينو 740 GPU. وكالعادة يمكننا أن نتوقع مودم 5G مدمجا مع أسرع سرعات تنزيل وتحميل والعديد من التقنيات اللاسلكية الأخرى بما في ذلك Wi-Fi 6E والGPS الجديد والبلوتوث 5.3 وليس البلوتوث 5.2. وبالرغم من أن قسم نظام الـ LSE من سامسونج يعمل على تطوير مجموعة شرائح إكسينوس 2300 يشاع أن أعمال الهواتف قد لا تستخدمها في سلسلة الجالاكسي اس 23 ويمكن أن يستخدم صانع الهواتف معالجات سناب دراجون حصريا خلال العامين المقبلين. ويقال أنها أنشأت فريقا من حوالي 1000 مهندس لإنشاء مجموعة شرائح مخصصة لهواتف جالاكسي المتطورة ويمكن إطلاقها في عام 2025. برأيكم ما هي أبرز التحسينات التي يجب أن تأتي بها سلسلة سامسونج جالاكسي اس 23 وهل أنتم متحمسون إن شاء الله إذا وصلت إلى 100,000 أنني سوف أقوم بعمل أكبر جيفوي إن شاء الله ويعني جيفوي حقيقية وليس مثل اليوتيوبرز العرب الذين يقومون بالضحك على الدقون في الجيفويات ويقوم بالكذب وهو لا يقوم بعمل جيفوي ففقط في الشاشة وفي اليوتيوب يقول أنا أنني سوف أعطي هذا الهاتف لفلان وهذا الهاتف لفلان وهو يكذب عليكم. فأنا لا أكذب أصدقائي وأعدكم أن أقوم إن شاء الله بأكبر جيفوي عندما أصل إلى 100,000. إذا وصلت إلى نهاية الفيديو أحبك كثيرا صديقي وأنت صراحة يعني من أعز المشاهدين الذين يعني يتابعونني على القناة. أحبكم في الله، دمتم في رعاية الله، مع السلامة.